رفض عدد من أولياء الأمور بمحافظة صلاح الدين فكرة العودة إلى التعليم عن بعد، مؤكدين أن هذه التجربة وظروفها أثرت بشكل سلبي جدا على مستويات الطلبة. التعليم الإلكتروني أكو ناس حالتها تعبانة، يعني ما عنده فلوس مثلا اشتراك انترنت أو من المواضيع هواية، فالحضور أفضل. يعني مثلا اول ابتدائي ثاني ابتدائي يصير تتربى الطفل على التعليم على النظام على يعني كذا شغلات يتعلم منها، فالتعليم الحضوري ما به فائده للطلبه اذا هو باول ابتدائي، شو يفيده الانترنت؟ بعدين ما يستخدم يعني غير شغلات العاب وكذا من هالسوالف. دوم الحضوري طبعا افضل، لا افضليه للطالب، لان الطالب اول ما يبدا ها يتعلم على الدوم يتعلم على الضبط، لان هسه التعليم الالكتروني هم ما استخدموه يعني بس يستخدموا الغرض الالعاب الاجهزه الالكترونيه هسه، يعني انت الطالب تقول له افتح هذه مثلا اذا تثبته بجروبات ما يتعلم، احنا اللي واللي قبلنا درسها تعلموا على القلم والدفتر ما تعلموا الكترونيا، هذا ما يطلع نتيجه. الالكتروني يفيد ابو الدراسات العليا لانه مؤهل فكريا مؤهل علميا مؤهل عمليا، هذا طالب لازم تبدا وياه من الصفر، ها الصفر تعد مرتبه تصعد، هذا ما مؤهل فكريا. طبعا التعليم اللي الحضوري والدوام الحضوري هو يعلم على النظام يعلم على الجدوله يعلم على الدراسه يعلم على القراءه والكتابه، الالكتروني ما يعلمه، هو غير مؤهل فكريا غير مؤهل للتعليم، غير تبدا يا خطوه خطوه. الدوام يعني بالمدارس اخير ما بالالكتروني، فبالنسبه بالالكتروني احنا هسه انا والامر عندي 3 طلاب بالمدرسه، 3 طلاب يعني موبايل منين اجيب لهم؟ يعني منين اجيب لهم؟ الاشتراك كل شهر 35,000 وما يفتهمون كل شيء، ما مفتهمين كل شيء، يعني دوام بالمدارس اخير ما الكتروني. احنا الحضور افضل لنا، بس هناك عده اصابات يعني من الكورونا الساد خلاها حضوري بعض الايام، هسه ندرس 4 ايام اسبوعي. الكتروني يعني مو كل الناس تقدر له، اكو بعض الناس ما عندهم انترنت ما عندهم حالتها الماديه، واحنا حضوري كتب ما كاملات وكادر المدرسي ما كاملهم، يعني مدى يعني شلون هسه احنا اليوم الرياضيات لحد هسه لحد يعني كل شيء ما ماخذين بالرياضيات، ويعني 4 دروس درسنا وطلعنا، فالدراسه يعني مو ذيك الدراسه يعني مو مثل قبل، 3 مدارس مدرسه واحده، ومدى يعني الفكره يعني مدى توصل كامله لنا. الحضور افضل، بس انت قاعد تشوف الاصابات والهذا، اليوم طلعوا صفن وقالوا ملامسين ما ادري شلون وطلعوهم. وقال لهم روح سووا مسحات وبزوا بس احنا بس الصف الخامس. وبس هو شنو احتياج الدوام الحضوري افضل من الالكتروني.